بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو إياد التعليمية مع الدرس السابع، تعليم الأطفال الألوان. أول لون معنا هو اللون الأحمر. لون أحمر نجد اللون الأحمر في التفاح أحسن، وفي الفراولة ممتاز، وفي الكرز جميل. ثاني لون معنا هو اللون الأخضر. اللون أخضر نجد اللون الأخضر في النعناع النعناع، وفي الشجرة الشجرة. جميل، شجرة وفي الكمثرى الكمثرى. ممتاز. ثالث لون معنا هو اللون الأزرق. اللون الأزرق نجد اللون الأزرق في البحر البحر، وفي السماء جميل، وفي السيارات السرقاء جميل جدا. رابع لون معنا هو اللون الأصفر. موزة اللون الأصفر نجد اللون الأصفر في الموز الموز، وفي الليمون الليمون، وفي الجوافة ممتاز الجوافة. اللون الخامس معنا هو اللون البني. اللون البني نجد اللون البني في الباب الباب، وفي الحصان الحصان، وفي المصحف المصحف، وأيضا في السبحة المسبحة. ممتاز جدا، بارك الله فيك يا بني. اللون السادس معنا هو اللون الأسود. اللون الأسود نجد اللون الأسود في القلم القلم، وفي الغراب الغراب، وفي الباذنجان الباذنجان. أحسنت. اللون السابع معنا هو اللون البرتقالي. اللون البرتقالي نجد اللون البرتقالي في البرتقال البرتقال. جميل، وفي الفلفل الفلفل، وفي الجزر الجزر، وفي الفستان الفستان. ممتاز. اللون الثامن معنا هو اللون الوردي. اللون الوردي نجد اللون الوردي في هذه الساعة الساعة، وفي هذه الحقيبة الحقيبة، وفي هذه الزهرة الزهرة. اللون التاسع معنا هو اللون البنفسجي. اللون نفسجي بنفسجي. نفسجي نجد اللون البنفسجي في البالونة البالونة، وفي الدب باللعبة دبدوب، وفي في التين التين. إذن
هيا يا ابني العزيز، أين نجد اللون الأصفر؟ الجوافة. ممتاز. أين نجد اللون الأسود؟ الباذنجان. الباذنجان. أحسنت. وأين نجد اللون الوردي؟ الزهرة. جميل جدا. هيا يا بني، ما لون هذه الفراولة؟ أحمر. ممتاز. ما لون هذا الفلفل؟ برتقالي. جميل. ما لون هذه الكمثرى؟ أخضر. جميل. ما لون هذا الباب؟ بني. ممتاز جدا، بارك الله فيك يا بني. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.